الحين لنا 70 يوم. ايه. يعني كيف مرت على فيصل 70 يوم هذه؟ مرت. كيف مرت يعني كيف مرت؟ هل فيها احداث؟ حسيتها سريعه؟ حسيتها بطيئه؟ وش؟ صدق. كانت ايام حلوه. ايام حبك. الله. صح روح. كانت ايام روح يعني ما تحفظها. لا لا صدق يعني كانت ايام جميله من اسعد ايام حياتي وفي نفس الوقت حلو ايام تعيسه من اتعس ايام حياتي. لا صدق انها كانت يعني نقله حلوه وايام حلوه. طيب فيصل انا اتمنى من الله عز وجل انها تعدي على خير يعني ان شاء الله. الله يعديها رب. ان شاء الله يعديها. طيب فيصل هل فيصل يطمح ان مستقبلا يشتغل بالقناه؟ ليش لا؟ يزيدني شرف صراحه. ها؟ يزيدني شرف. تعال هنا. طيب اذا ابو العريس بس شغل تعال. ايوه سلام بس هنا تعال. هل فيصل انك تطمح يعني ما... اوكي خلي عني يزيد الشرف اكيد هذا شيء طبيعي يعني الواحد بيفتخر بالناس اللي معهم يعتز فيهم، لكن هل انت طموحك يعني تقول انا والله اني راح اشتغل فيها ولا فيها؟ يعني مثلا تسالني السؤال هذا، اسالني نفس السؤال هذا، هل انت يا احمد تطمح انك تشتغل بالقناه مثلا؟ اسالني السؤال هذا. هل انت يا احمد تطمح انك تشتغل بالقناه؟ اطمح اني املكها. راك بقعدها قاعده صح؟ تبيني اقدع يعني. شفت كيف رد السؤال؟ والله اصبر. لا بس انك يعني تهورت. أنا عندي رمزه معاك ابراهيم الحسين تكفى خليني اخذ الراتب الثاني وبعدين احبك والله. طيب اسلم. لا بالنسبه لي انا يزيدني شرف صراحه. حلو. لكني ما ارى نفسي حاليا يعني كتقديم يعني قصدك ما ترى نفسك؟ إيه؟ ليش؟ كمقدم ما اشوف نفسي. ليش ما تشوف نفسك؟ وش السبب؟ كيف ما اشوف؟ انا موهبتي انشاد. طيب تعال معي تعال. وش؟ طيب اصبر. يا اسمع. تعال امسكها طلبه ايدي فيها دجاج. فيها دجاج؟ تو جاك؟ فيها دجاج.